أبيكم تطلعون هذا الشيء. طبعاً أنا اضطريت أزيل اسم الشخص المتبرع لأن ما بغى أن أنا أحط اسم والده، طبعاً احتراماً له أنا حطيته وأزلت شيء ثاني. طبعاً أنتم عليكم تشوفون شنو اللي أزلته. لا مو بالمبلغ، شيء ثاني المهم تشوفه. المهم يدلك أن طالعوا الخليج. اي بس هذا هو. انا شلته. شو شلته فوق وما لا مسامح، هاي غلطه سهوا. بس هو انا معاك، بس بسبب الاشكال اللي صار بسبب 4 سنوات، بسبب ان دول الخليج مع الأسف ما راحت المحكمة حق تثبت. وحين حين عالميا الخليج يعتبر الخليج الفارسي بسبب أن دول الخليج من 4 سنوات رفضوا أن يروحون في المحكمة حق يأكدون كلامهم. فحين أي شيء في أي شيء رسميا اليوم يدون لازم الخليج الفارسي. المهم مثل ما قلنا فرنسا الحرة وأمريكا استخدموا الطائرة وتبرعوا وايد أشخاص معروفين. وأنا صراحة لي الفخر أن والدي تبرع حق ذي الطائرة. طيب الحين إني إلى شيء ثاني اللي هو وايد مهم. افتتحت بريطانيا أول إذاعة في البحرين وفي المنطقة ودول الخليج لشرح سياستها وتبصير الناس بأمور الحرب حق أن تكسبهم وكسبهم في صفها، والرد على إذاعة برلين في 4 نوفمبر 1940، يعني بعد الغارة في حدود 16 يوم فتحوا الإذاعة. It's okay, I'll use this. الظاهري. وقد بعث السيد بلغريف مستشار حكومة البحرين برسالة إلى حاكم البلاد صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى الخليفة مؤرخة في 29 رمضان 1359 الموافق 31 أكتوبر 1940، ومحدد فيها تاريخ الافتتاح وعدد المدعوين. جاء فيها حضرة الأمجد الأفخم صاحب السمو الشيخ السير حمد بن عيسى السير طبعا حمد بن عيسى الخليفة المعظم، بعد السلام والاحترام اللائقين بمقامكم السامي كما في شريف علم سموكم بأنه سيحتفل بافتتاح محطة الإذاعة اللاسلكية في قصر سموكم الملكي بالقضيبية يوم الاثنين 3 و4 شوال سنة 1359 الساعة 8:40 عربي الموافقة للساعة 2 فرنجي، فالمأمول أن الوقت مناسب لراحتكم. هاي طبعا نفس الكلام اللي مكتوب بذاك الصيغة. في ناس يعتقدون أن بلغريف يتكلم اللغة العربية الفصحى، هاي غير صحيح. هو يتكلم يعني لغة عربية لكن يعني فيها تكسير. أي نعم. ولقد عمل ترتيب لدعوة 400 شخص وهذه الدعوة. وأنا أشكر أحد الأخوان اللي أعطاني هذه حق أنشرها. في شيء بغيتكم تلاحظون، الرسائل كانت تؤرخ بالتاريخ الهجري وتوقت بالتوقيت العربي الزوالي في ذلك الوقت. طبعا بلغريف حاول ان ينقله الى التقويم اللي احنا نسميه غريغوريان اللي هو اصلا بعد يعتبر عربي، طبعا ما استطاع الا في سنه 1953. لكن في الواقع انت كنت لازم تروح الى التقويم الغريغوريان. كان خطاب الحاكم في غايه الاهميه. الحين انا بذكر لكم الخطاب، يعني رايحين تتعجبون من الكلام اللي قاله الشيخ حمد. فيعني لهذا السبب مهم احنا نركز على اشياء. عنده كانت رؤيه واضحه حول مجريات الحرب العالميه الثانيه،
وكذلك أهمية افتتاح الإذاعة التي قال عنها أنها المحطة الإذاعية الأولى في الخليج. بدأ خطابه السامي حول افتتاح محطة إذاعة البحرين اللاسلكية بقوله: نحن حمد بن عيسى آل خليفة نتكلم من مدينتنا المنامة عاصمة جزر البحرين، مذيعين للعالم الافتتاح الرسمي لمحطة الإذاعة الأولى في الخليج. نغتنم هذه الفرصة فنرسل تحياتنا إلى كافة أصدقائنا الكثيرين في كافة أنحاء العالم وإلى أخواننا المسلمين الذين يستمعون إلى هذه الإذاعة. إن تأسيس هذه الإذاعة الجديدة يني لنا بهجة عظيمة، ذلك لأننا نعتقد أنها ستكون مهمة لأبناء الخليج، ولأننا أيضا نعتقد أنها ستقوم بأوسع من ذلك، حيث أنها ستحسن علاقتنا الطيبة مع جاراتنا الممالك العربية. وتناول خطابه الأحداث المؤسفة وما تتعرض له دول أوروبا وأثناء الحرب العالمية الثانية قائلا: أنا عمدا اخترت ذي النص على أساس تشوفون أن يعني هذا شيء وايد مهم في إذاعة الخطاب، وهذا يعتبر أول خطاب. إني آسف أن أقول أن قسما كبيرا من العالم اليوم مشغول بتطاحن طويل مر دام، ففي كثير من أقطار أوروبا تلغى المعاهدات بدون أسباب مبررة قطعا، وتزهق نفوس الناس وتباد الممالك. إن الديمقراطية التي تمثلها الإمبراطورية البريطانية ضد الدكتاتورية التي تمثلها ألمانيا وإيطاليا، ضد الدكتاتورية تمثل ألمانيا وإيطاليا. وتناول في خطابه هجوم الطائرات الإيطالية على البحرين، فقال: كما أن المستمعين إلينا يعلمون أننا قاسينا جميعا في جزيرتنا الصغيرة هذه منذ عدة أيام مضت هجوما من قبل طيارات إيطالية من قاذفات القنابل، وكان ذلك خلال شهر رمضان المبارك، فأن هذا الهجوم قد اتبع من الإذاعة الألمانية والإيطالية الرسمية بادعاء غير حقيقي البتة، وسوف لا نسمح لمثل هذا الهجوم أو لمثل هذه الإذاعة الكاذبة أن تغير من إخلاصنا الذي أذعناه على العالم أجمع. وختم خطابه بالقول: إن الجو اليوم مملوء بدعايات متناقضة، وهذه الدعايات ذات نوعين، فهناك نوع من الدعايات أساسه الأكاذيب المختلفة التي قصد بها الإقناع والتضليل، وهناك نوع آخر من الدعاية يرتكز على الحقيقة والصدق. ونحن نرغب أن نقول لمستمعينا هذه الليلة وللعالم أجمع إن جميع الإذاعات التي سنذيعها من البحرين ستكون من النوع الأخير، ذلك يعني أنها قائمة على الحقيقة، كل الحقيقة، والحقيقة ليس إلا. دكتور عنديش كثر وقت قبل؟ طيب، في الواقع أنا أشكر الدكتور منصور سرحان، أنا قدرت أحصله من مدونة، هذه الصراحة الفضل له مو بلي، وأنا لازم أنصف الشخص، يعني الحمد لله أنا قدرت أطلع على ذي المدونة وقريت هالشيء، مع أن ذي أنا ما قدر على أنا اطلاعي ما قدرت أقرأ ذي الخطاب، وهذه خطاب صراحة وايد زين وأنا أشكره. في طبعا ألقى الشاعر البحريني الكبير المرحوم الأستاذ إبراهيم العريض قصيدة في حفل افتتاح الإذاعة بعنوان راية العدل، وكان صريح صراحة القصيدة وايد زينة بس بنضطر نتجاوزها. وكان في المذيعين المرحومين الأستاذين سالم العريض ومحمد الدويغر، وظلوا المذيعين الوحيدين، وبعدين الإذاعة استعانت بالمرحوم الأستاذ إبراهيم العريض قام بترجمة بعض الأشياء، وكان في الأستاذ العراقي المرحوم جورج طلبة، وكان هاي مشهور والناس كانوا يتذكرونه بسبب أنه كان له صوت خاص أثناء إلقاء الخطاب. وبعد فترة استعانوا بالمرحوم الأستاذ أحمد العمران، طبعا بطر أتجاوز الأشياء، منطقة الحورة طبعا اللي احنا كنا نسميها قبل التيل، أنا لحقت على المنطقة وشفنا طبعا مو بالإذاعة، شفنا مال البرقيات مال شركة كيبل أن وايل في ذاك الوقت، كان البث مدته نصف ساعة ثم مد البث إلى ساعة واحدة. لكن الشيء العجيب سواء كانت نص ساعة أو ساعة واحدة، بغيتكم تعرفون أن بدأت بتلاوة القرآن الكريم،
على الفترة بسيطة، وكان يعطون أخبار الحرب والتعليق السياسي وأغاني المطربين الشعبيين مثل محمد بن فارس ومحمد زويد وضاحي بن وليد وعبد العزيز برقبة. وفي كان في نفس الوقت برامج حق الشعر والتمثيليات وبرامج ثقافية وبرامج صحية. والشيء الجميل أنه كان يدعون إلى تعليم المرأة، وهذه الصراحة شيء احنا نفتخر فيه في البحرين. وكان في نفس الوقت برنامج خاص إلى الأطفال. طبعا استمرت الإذاعة إلى سنة 1945، لما انتهت الحرب أغلقوها. أنا أحد الأشخاص اللي أتمنى على المسؤولين الوزارات المختصة إبراز ونشر خطاب صاحب السمو الشيخ حمد. هاي خطاب وايد مهم لازم ننشره، وفي نفس الوقت نركز على التبرع السخي من قبل سموه والشعب البحريني، لأن الشيخ حمد بعد تبرع من جيبه الخاص حق شراء الطائرات، وهاي لازم نذكرها عن طريق الصحف والمجلات والقنوات الفضائية والبريد الإلكتروني والتويتر وكل الأشياء الحديثة، ولازم تكون بمختلف اللقاءات، خاصة أن احنا بنحتفل مثل ما قلت لكم 200 سنة. في نفس الوقت على أوضاع الحرب في دور نسائي بعد، افتتحت الشيخة عائشة بنت راشد الخليفة اللي هي قرينة الحاكم الشيخ حمد. ناس يقولون هو مستشفى، أنا في رأيي مو مستشفى، هو عيادة. ما تعتقد دكتور؟ في النعيم. إيه، بس هل يعتبر مستشفى ولا عيادة؟ في يعتبر مستشفى. فيعني هذه شيء زين في ذاك الوقت. والشيء الجميل اللي أنتوا لازم تحسون بالفخر أن ألقت خطاب، الخطاب طبعا ألقته بدلها الشيخة الأولى بنت محمد الخليفة، ألقت خطاب نيابة عن الشيخة عائشة وترجم الخطاب، وكان في دعوة رسمية، كان في نساء. فيعني انت فالواحد يعني لا الفخر لما يقول انا بحريني، عندنا هالشيء من سنه 1941. نعم سنه 41. فيعني في الواحد يعني يندهش لما يدري التاريخ. اني طبعا في ذاك الوقت موجود هالاشياء، غيرنا مو موجود عنده هالاشياء. اني حين الى اجراء اول تعداد للسكان في البحرين والخليج العربي في 22 يناير 1941، والطلبة من الناس ملازمة بيوتهم من الساعة 8 من الساعة حتى منتصف الليل، وقالوا ممنوع السينمات ذاك الوقت بالسينمات على أن الحرب كانت تفتح، ومنع إغلاق المقاهي والسينمات، ومنع سيارات الأجرة من العمل في تلك الفترة. والشيء الجميل أن بلغ عدد سكان البحرين 89,970، منهم 74,040. نمرة حلوة حق سيارة 74,040 إذا حد يبيها، هاي من البحرينيين، و 15,930 من غير البحرينيين. لكن طبعا كان في شك، لأن الناس صار عندهم خوف أنه بيكون تجنيد، فوايد عائلات ما كتبت أسامي أولادهم. المهم مع ذلك استمرت الحكومة في بناء مرافق الحكومة الحديثة وتوثيق العلاقات مع الدول المجاورة، وكانت زيارة المغفور لهم الملك عبد العزيز آل سعود وولي عهد الأمير سعود في سنة 1939 مناسبة مهمة، وتخللت احتفالات كبيرة وزادت ووثقت أوصال المحبة بين الشعبين الشقيقين.